ذكر موقع انترسبت بأن بعض الأفغان لجأوا لبيع أطفالهم لسد رمقهم ولسد احتياجاتهم الأساسية. ما حقيقة ذلك بالتحديد دكتور سعيد؟ لا يمكن أن تكون هذا الأمر يعني أمر طبيعي بشكل عام، وممكن أن تحدث في هذا البلد الكبير مثل هذا الأمر، ولكن بيع الأطفال لأجل يعني حصول لقمة العيش هذا أمر غير معقول، وأنا أرفض أن تكون القضية بهذا الشكل. نعم هناك يعني في بعض القبائل أو في بعض المناطق الصحراوية في أفغانستان أو الجبلية يعني الأمر المعتاد هو أن بعض العائلات يعني تزوجون بناتهم في سن المبكر جدا، فممكن يعني في بعض الأحيان يحدث بأن شخص ما يعني يزوج ابنته الصغيرة ويحصل في مقابله يعني بعض من الأموال. فأنا أعتقد يعني هذه القضية ربما هي يعني الضغط الإعلامي على الحكومة الأفغانية الجديدة والتضخيم القضية بشكل كبير، وإلا يعني هذه القضية كما قلت لكم بعض العوائل يعني لديهم مثل هذا الأمر معتاد، وأنهم يزوجون بناتهم الصغار في السن المبكر ويحصلون مقابلهم المهور وغير ذلك. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد سعيد الأفغاني الأكاديمي والمحلل السياسي الأفغاني، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.